والله ما قد كاع الطاكسي والله الا قديتي عليه باش كضرب فانت كادو كي اللي شادو السانزاريا بوحدو. لا اعرف لماذا لا يلتزمون بالقانون. تجارب عويصة وكثيرة كثيرة بزاف، خاصة في بعد تكون أنت في أمس الحاجة للطاكسي، يعني يكون معك مريض ولا زربان ولا عندك شيء هذا، أنا لا أعرف لماذا لا يلتزمون بالقانون، فهمتني؟ اللي كيتشارج اللي معطيهم ما كيلتزمش بها بتاتا، ولا أنك كتبغي تاخذ وسيله نقل بوغ لا موبيليتي هنا كتولي داخل واحد النوع من الصراع، صراع فيه سبان معيار لا، وان مول الطاكسي كيدير راسو بان فوق القانون، لا احترام للشيخ كبير ولا امراه ولا لا، حتى انه عنده واحد النوع من الاختيار في نقل الركاب. المسؤولين على هذا القطاع هما اللي كانوا سباب في هذه المشاكل كلها، فالاولى والاحرى انهم يقلبوا على شي وسائل باش ان ما يكونش هذا النزاع بين الراكب وسائق الطاكسي، لان المساله وصلت الى حد ان يعني حد البغض والكره، ولا لان بعد المساله ولات كتحل في الكوميساريات ولا في المحاكم باخطرت، فلهذا خص يكون واحد تنظيم لهذا القطاع، وحيدوا كاع ذاك الدخلاء اللي كنسميو حنا صحاب الشكاير، يحيدوهم فهمتيني، ويكون تنظيم يديروا شركات ولا يديروا كذا شركه ديال الطاكسي ولا سمعتوا عليه، اما يعني القطاع خصو يتهيكل يكون عنده واحد نظام واحد القانون ديالو، واحد القانون اساسي خاص بالطاكسيات، ولا يعني يكون واحد النوع يعني قانون يسري على صاحب الطاكسي وعلى الراكب. اما اللي كنشوف انا ان الركب الركاب هنا يعانون خاصه الناس كبار ولا الناس اللي عندهم معاهات هذا انا ديكاب يكون غليظ ولا يكون عراج ولا يكون كذا ولا كذا، كنشوف فيه هكاك وما يهزوش، علاش؟ انا مجبر ان ان فوا هذاك يشير لك يوقف لك يوقف كيزيد ما لا يعيرك انت اهتماما. انا عبد الله سائق مهني سير الاجره السيف الاول 30 سنه ديال الطاكسي. اولا نحترموا سائقين السيارات الاجره السيف الاول والسيف الثاني، ونحترموا المواطنين تاعهم، الله يكون في العون، بغير كي باغي تقدى الغرادة ديالو كلك علم بالله سبحانه وتعالى، وهذا السائق المهني مسكين تاهو ما كيعلم بغير الله سبحانه وتعالى، كيبان لك غادي خاوي يمكن عنده حاله ايرجون
غادي يروندي سيرفيس يروندي الطوموبيل يروندي الطاكسي لمولاه يمكن عنده شي خساره. هذا هو اللي كيكون الوقت اللي كيقول لك راه انا اوكيبي رانا اوكيبي غادي يدير لك شي حاجه حتى هو باغي يخدم خارج يخدم لان راه محمل المسؤوليه. السائق المهني محن بزاف راه كاين اللي ضارب 15 20 30 سنه انا ضاربه قدامك كنهضر معاك وما مستافدينش في هذا القطاع. هذا القطاع كاع ما مستافدين فيه في الطاكسي اللي مستافدين الناس ما كيستاهلوش. كتلقى عنده كريمه مو كريمه مرتو كريمه وعنده خلصه. هذا السيد نهار غادي يشد التقاعد غادي يعود يشد 700000 فرنك في التقاعد ديالو وغادي يشد 750 فرنك في التريمستر ديال الكريمه الاولى ديالو هو وديال مو 750 خاد كلشي. حنا ما استافدناش لان كاين قرار بلدي كيقول لك 50 تستافد في الكريمه. حنا 30 عام واليوم عندنا حنا واحد 15 حاله ديال الشي وافريه شي 30 واحد حتى 25 شي فور صبحوا معاقين ضاربين 20 25 ضربهم الطانسيو كل ما بقاش كيشوف كل اللي زحف كل اللي دار عمليه شوفي. المهم واكلين العصا الصائمه ما مستافدينش الدنيا ما عمرنا حنا استفدنا فيهم. اي محطه مشيتي لها قلتي لهم شكون اللي مستافد فيكم ما كاينش اللي مستافد. الا كدوا شي حاجه ما بين الاداره واداره أونكا من تحتهم الله اعلم بيناتهم هذاك. المهم حنا ما مستافدينش لان دابا انا 30 عام خاصني نستافد راه اليوم عندي 65 سنه راه دخلت وجهي كحل راه تبارك الله راه ضربت مع ميامه الحسن الثاني في 94 95 ياماه توني كاكي راه عرفتي شحال ديال البوليس خرج وشحال من الاداره تزادت وشحال الاداره مشات وشحال ديال البوليس مات وزاد وزاد. ودابا اللي كيتزاد 92 93 94 كتلقى عنده جوج كريم 6 7 كريم في الدار وحنا راه باقيين كنتقطعوا. الشوافريش غادي يبقى للشيفور. الشيفور راه كيكري 24 كيكري ب 30000 فرنك. 30000 فرنك شحال خاصو يخدم؟ خاصو يبقى خدام والخدمه كثير قليله. دابا راه كاين الترامواي كاين الطوبيس كاينين شركات ديال النقل ترونسبور بيرسونيل شحال من شركه داخله يعني ما خلاو لك والو. الطاكسي علاش عطيت شي تفتيفات كنهزو صافي كنخربقو به الوقت وصافي. استرت الله سبحانه وتعالى. المواطن ما نلوموش باغي يركب الله يكون في عونه ما غاديش نلومو لان هذاك المواطن شنا هو الوقت اللي كتكون واحد الوقت كيخرجوا كلهم الوقت اللي كيخرجوا كلهم راه الطاكسي كلشي عامر كلشي عامر. وهذاك مثلا طاكسي حمراء اللي غادي يلقى ثلاثه وما يهزهمش راه غادي يخرج بهم مثلا من شارع الفيدا شارع الفيدا جوج مار جوج مار عبد المؤمن كونتر غادي يدير 8 درهم 10 درهم شحال غادي يدير ديال الوقت وقريب روندي شحال كياخذ حتى هو راه كياخذها ب 20000 فرنك. كيدير الماسوط المازوط شحال كيزيط ليه كتشيط ليه 30 40 50 60 درهم كنهزهم حنا والله الا كنهزوا واحد المجموعات مع الصباح بكري كيقول ابو عبد الله اللي شاطلين والو كنضربوا عين الدياب عين الدياب كازا فواياجور كازا فواياجور بوسكوره سيدي معروف والو المازوط ماكلة المازوط ماكلة. والمازوط المهني ما عندناش هي جوج حنا كنديروا المازوط بحالنا بحال ديك الشركه اللي راسها الملاير لان الشركه عندها لا كونطابيليتي حنا ما عندناش حنا جميع حنا. ولكن نزيدك واحد النقطه هاد الشوافريه اللي كتهضر عليهم راه ما عندهمش مكتب راه ما عندهمش اداره راه ما عندهمش اداره. الاداره كاينه عند مول الكريمه والكاري والمكتاري هما اللي عندهم. حنا راه ما عندناش انا راه عندي مشكل حاليا في الولايه تجيها وبيرو الطاكسي راه ما عندناش مكتب. حنا غير خدامين حنا غير كنديروا المازوط بياسات نخلصوا المخالفات هذا هو حنا هما الاكثريه كنخلصوا الضرائب. اليوم حنا كبرنا تقريبا كاين واحد العدد عندنا كبر ما عندوش لاسينيسيس. علاش ما يديرش لاسينيس؟ علاش ما تصاوبش الدوله ملي كنا كنمشيو حنا عندهم كنقول له دير لاكي سوسيال هكا دير كيقول لك لا لان بعد مسؤولي ماشي قد مسؤوليه حتى لا في لاسينيسيس لا في التسعينات ولا في الالفينات ماشي عاد ماشي قد مسؤولي ما كيعرفوش. كاين اللي باغي يجي يضرب جوج سته 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 ويخرج بحال ما عارفش. كتدي لي جميع المعلومات باش تفسر لي كتوصل لي ما كيديرش. اليوم يلاه صبح ودار لامو لامو باش باغي نخلص. انا عندي 65 عام وعندي جوج ديال المعاقين وعاد زيد دوك الشوافريه اللي كنعرف انا راه 15 20 واحد راه واحد كيبيعوا الديطاي خابط من التسعينات وكيخبط ولادو راه بركم من القرايه ولدو راه ولادو تما غادي يخرجوا حاشيه. والله سبحانه وتعالى قال لك ولكل ذي حق حقه. هذاك الشيفور اللي كيهزك احمد الله وشكري راه كاين ما يقدرش يخلي هذه المهنه. قول شي واحد اللي يخدم في الطاكسي والله ما قد كاع الطاكسي والله الا قديتش عليه باش كضرب 24 وكل اللي شادو السونزاري بوحدو. باش نزيد كانت معلومة راه الناس الشوافري مساكن راضيين وما عندهمش مكتب والله ما عندهم مكتب والله بحلوف اللي قال مكتب انا كيعرفوني الزنقه 50 ما عندناش مكتب. كاين مكتب خاص ديال مول الكريمو اللي كاري انا كنمشي ما عنديش مكتب.
يلا كيعترفوا غير بالشعب مول الكريمه واللي كاري، هما اللي عندهم مكتب، حنا ما عندناش. حنا عاك تخلص مخالفات كدير المازوت كتوصل الناس دور بحالك. الله يعاوننا يعاونك صافي، هذا وليك نطلبوا الله سبحانه وتعالى يشوف من حالنا حنا ويشوف من حال هذه البلاد. الله يرحمنا بالشع، ما المنكر اكثر والغلا بزاف، قهرنا الغلا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.